بضرورة بذل مزيد من الاهتمام لشريحة الشباب عندنا في الدولة، لكن من غير دعم الإعلام بالنسبة لنا نحن ما نستطيع أن نصل إلى ما نبغي، لأن مشكلة الشباب أن يجب أن تصل إلى كل فرد في داخل الأسرة في المجتمع، ونحن بدورنا يصعب علينا، لكن أنتم كإعلام سهل وصولكم إلى أفراد المجتمع وإلى فرد كل فرد في كل أسرة عندنا في الإمارات. ورسالة الشباب رسالة واضحة، نحن كلنا نسعى لأن نحن ننمي روح الولاء والانتماء للوطن والمحافظة على مكتسباته، لكن هذا الأمر لن يأتي من خلال الشعارات ومن خلال الكلام، بل يأتي من خلال الأفعال، من خلال ما نحن بنقدمه لهذا القطاع، وما نحن بنسعى ان نحن نوفر لهم. سامي، نحن بالعكس كهيئة نتقبل النقد ونتقبل النقد البناء، ونؤمن بان النقد البناء يعني الوسيله المؤثره في ان صاحب القرار يستطيع ان يكتشف ما يدور حوله. نحن في نهايه الامر كل واحد فينا يشتغل وهو هذا في مكتبه، يعني نشتغل والكل في المؤسسه الكل يجتهدون، ممكن هذا الاجتهاد يصيب او لا يصيب، ممكن الاجتهاد لا يصيب، لكن يمكن صاحب الرؤيه الخارجيه لنا يستطيع ان يكتشف اذا نحن كنا على جانب الصواب ام لا. نحن مثل ما كنت مسؤول المنصور الى الله بسنة ان نعمل دائما جنب الى جنب، نحاول بقدر الامكان ان نحن نكون يعني رسالتنا واضحه للمجتمع الاماراتي، وطبعا رسالتنا ما توصل الا من خلالكم انتم. لكن كل الشكر والتقدير يا طول العمر على ما قدمتونه لنا نحن القطاع الشباب والرياضه، وما تقدمونه ايضا للمجتمع الاماراتي. لكم ونحن بالعكس نقدر ونتمنى هاي الزياره غالية صراحة، وحرصكم ومبادرتكم على الاتصال بمختلف وسائل الإعلام وبشكل مباشر صراحة، ويكون غير مسبوق صراحة. لكن نحن بالعكس هذا واجبنا وهذا دورنا، وأهدافنا في النهاية مشتركة، أنتم عندكم هدف مثل ما ذكرت، هدف نبيل وهدف ممتاز أنكم تشركون النشأ وتدخلون المراحل وتكسب مهارات جيدة. نحن أيضا من خلال جريدة يهمنا هذا الشيء، ويهمنا قطاع الشباب، ويهمنا ان احنا نبرز ونحط المخترعين ولا الناس اللي عندهم هوايات متميزة نبرزهم في مساحات كبيرة في الجريدة. فالهدف في النهاية هدف مشترك وهدف نبيل، وكلنا في خدمة هذا البلد.